اه انا كمان معايا على التليفون اللي هو شفيق الشايب. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور، ازاي الاحوال؟ الحمد لله، انا النهارده سعيد جدا، احنا بنستقبل 2018 ومعانا اسره فنيه رائعه بصراحه. ربنا يخليك ويبارك فيك وتملي في التقدم، ويا رب اللي جاي يكون احلى ان شاء الله. السنه الجايه دي، السنه دي هي 2018، تكون احلى من كل السنين اللي فاتت ان شاء امين الله. يا رب. من شويه طبعا غنت لنا الجميله شيماء اغنيه خال البيه للرائعه الست فاطمه عيد، ايوه وغنت قبلها موال موال، جسر الحديد اللي هو من تأليف حضرتك ايوه والحانك. وتلحين، فانا ايوه بقول لها يا شيماء، يعني هو اللي هو شفيق ما عملكيش اي اغنيه زي ما عمل لوالدتك فاطمه عيد؟ قالت لي والله لا. انا هو استغربت بيقول، بصراحه. لا هو بيقول لك ايه، الزمار الحي لا يطرب. ازاي الكلام ده؟ ما هو احنا يعني شعرنا بالطرب واطربتنا الفنانه فاطمه عيد لما غنت جسر الحديد، وشيماء لما غنتها دلوقتي برضه. طبعا ربنا يخليك. انا برضو ان شاء الله باذن الله بس الاقي حاجه كويسه كده بالمناسبه، ولازم ان شاء الله واعد ان انا اعمل لها حاجه كويسه. هو إن شاء واضح الله. واضح يا ست اللواء ان كل الحاجات الجميله والمناسبه رايحه للمدام فاطمه. بالظبط كده، صح. ما طبعا دي عشره عمر، طبعا انت عارف سعادتك، اكيد عشره عمر كام سنه. شوف، ربنا وبعدين انا يخليك. عملت لها 48 غنوه، مش 10 مش 10 زي ما قالت لا 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 شيماء. كمان شيماء كمان كانت مش مذاكره. مش مذاكره الحكايه. وبعدين انا عضو في جمعيه المؤلفين والملحنين كملحن ومؤلف، وعضو في نقابه المهن التمثيليه والموسيقيه كمان. اكيد احنا قلنا ده في المقدمه.